أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء اللواء السيد الغالي والمدير التنفيذي للصندوق اللواء أحمد الأشعل، حيث وجه الرئيس السيسي بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق. المزيد في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء ولواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلاً عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. وقد وجه السيد الرئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم. كما وجه السيد الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم قمة المناخ COP27 على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار، مشيرا إلى أن هذا النجاح المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم. وأضاف رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة أن مصر نجحت في توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة على وجه الخصوص، وستبدأ على الفور في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية باعتبارها دولة رائدة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية. وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قراري بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. وألزم مشروع القرار حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى اختار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوع وكميات الأرز المخزنة لديهم. استقبل وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي مبعوث بلاده الخاص لتغير المناخ الدكتور سلطان الجابر، واستعرض وزير الخارجية مختلف الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال معربا عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التقارب بين الدول حول تلك الموضوعات. كما أكد وزير الخارجية حرص واستعداد مصر الدائم للتنسيق مع الأشقاء في الإمارات بشأن الدورة 28 لمؤتمر المناخ القادم لضمان توفر كافة عناصر النجاح. تتوالى الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار تصديها لجرائم جلب وتهريب المواد المخدرة للوقاية من أخطارها وتأثيراتها السلبية على المجتمع والشباب. في هذا الإطار رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة
وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب مخدر الآيس الخام، متخذين من نطاق قسم شرطة بولاق الدقرور بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. يحمل عناصر التشكيل جنسية إحدى الدول. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم، وبحوزتهم 200 كيلوغرام من مخدر الآيس وعملات أجنبية ومحلية. وبعد عمليات تتبع ورصد مستعينة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر التشكيل والمسؤولين عن عمليات توزيع المواد المخدرة داخل البلاد، وبحوزتهم 55 كيلوغرام من مخدر الآيس و31 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وسيارتان ودراجة نارية ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية من عملات متنوعة وقطع سلاح ناري. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 257 مليونا و200 ألف جنيه. واستكمالا لتلك الضربات التي تهدف لإجهاض محاولات الجلب والتهريب، تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بنطاق مركز شرطة القنطرة شرق لترويجها على عملائه بنطاق محافظات الجمهورية. واستخدم العنصر الإجرامي إحدى سيارات النقل بفنطاس إمعاناً في التمويه للإفلات من الرصد والمتابعة الأمنية، لكن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك حيث تم تتبع خط سيره ونجحت في ضبطه. الأجهزة الأمنية استخدمت التقنيات الحديثة حتى تمكنت من إحباط هذه المحاولة رغم كافة الاحتياطات التي اتخذها عناصر التشكيل للإفلات من الرصد الأمني. وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البانجو تزن طنين وضبط نصف طن من مخدر الحشيش و250 كيلوغرام من مخدر الهيدرو. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 43 مليونا و250 ألف جنيه. كمية كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة تعكس قوة الضربة الأمنية ويقظة الأجهزة الأمنية العين الساهرة على حماية البلاد من كافة محاولات إغراقها بهذه السموم القاتلة التي تستهدف النيل من الشباب والمجتمع والاقتصاد.